سعد الوغدي مرة بالفعل لعبت الكرة فرصة فرصة راسيو الهدف الأول لفريق الفريق الفتح مرة في اتجاه منطقة العمليات خطيرة محاولة خطيرة والهدف الأول لفريق الفتح هدف توريد يا سيدي محاولة هدف وليد غد فرصة الهدف الأول الهدف الأول في المباراة كما قلت مبدأ شوفين تبع القناة محاولة خطيرة جدا هذا هدف لفريق الفتح الرباط يلعب مع يوسف مرسيه والهدف الاول